الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نبدا باذن الله تعالى بدراسه متن العقيده الواسطيه. قبل الدراسه على ما تقدم معنا لابد من معرفه الامور. الامر الاول، لماذا اخترنا دراسة العقيدة الواسطية؟ العقيدة الواسطية هي متن متخصص في الأسماء والصفات. لماذا ندرس الأسماء والصفات؟ لا يتم التوحيد إلا بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، ومنه توحيد الأسماء والصفات. وهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم، علم باب الأسماء والصفات، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ملتبس على الأمة، ووضح عليه الصلاة والسلام وبينه، وكذلك الصحابة رضي الله عليهم والسلف الصالح، حتى لا نقع فيما وقعت فيه الفرق الضالة. حياة القلوب، تعرف على الله، أشرف العلوم، سبب دخول الجنة، لدعاء الله سبحانه وتعالى بالأسماء، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء سجزون ما كان يعمل، وغير هذا من الأمور. طريقة الدراسة، لو سألك سائل كيف ندرس هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، نقول أولا لابد أن يكون السبب لدراسة هذا الباب أي باب الأسماء والصفات هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك إمامنا الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء، سئل عن شيء عظيم، يقال الله أعلم أنه عندما سئل قطع رأسه وعلى الرحضاء العرب، كيف يسأل عن كيفية الاستواء، عن كيفية صفة من صفات الله، كيف يسأل عنها؟ هذا أمر عظيم. لذلك لا يمكن أن يكون باب الأسماء والصفات يعني في التدريس مثل ما تتكلم عن صفة مخلوق، ما يمكن. هذا الباب لا بد أن يكون الغرض من دراسة هذا الباب هو تعظيم الله سبحانه. ولذلك لا يمكن في هذا الباب أن نسأل، أن نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم. أحرص علم منا وأتقى لله منا، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصح الخلق وأعلم الخلق بالله. أيضا من الطريقة في الدراسة أن أكون على قاعدة. القاعدة هذه ذكرها الإمام، الاستواء معلوم أي معلوم المعنى، فكل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معنى. نعرف معنى الاستواء ومعنى العلو ومعنى اليدين، نعرف الاستواء معلوم، والكيف مجهول، نؤمن أن لله سبحانه وتعالى كيفية تلقى جهات عظمه، لكن هذه الكيفية لا نعلمها. مثال الآن، ما عد الله سبحانه وتعالى متقين في الجنة، نخل وزيتون ورمان وخمر، معاني هذه الأسماء نعرف المعنى، لكن الكيفية ما ندري عنها. والإيمان به واجب، إذا لا بد أن نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. والسؤال عنه بدعة، لأن هذا سؤال عما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم. هذا مهم جدا أن تفهم هذه الأمور، طريقة في الدراسة، على ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. بعد هذا، سبب الدراسة لهذا المتن، كتب كثيرة ألفت في العقيدة وفي باب الأسماء والصفات. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن أي متن العقيدة الواسطية؟ أمور كثيرة. أولا، هذا المتن أي متن العقيدة الواسطية من أهم الكتب في العقيدة، بل أن هذا المتن جمع فيه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى مجمل ما قيل في باب الأسماء والصفات،
في باب إثبات كلام الله سبحانه وتعالى وقوله في السنة في صفحة الكلام، في باب الصحابة رضي الله عنهم، فيما شجر بين الصحابة، في آل البيت، في كرامات الأولياء، في طريقة أهل السنة والجماعة العملية، في الجمع بين العلو والمعيب، من أحسن ما قيل في أبواب متفرقة عند أهل السنة والجماعة. ولهذا أرشد العلماء إلى حفظ هذا المتن، تحفظ هذا المتن معنا كتاب التوحيد بإذن الله، يعني يكون لديك يعني قاعدة في كتاب في التوحيد وفي العقيدة. أهم المتون من أحسن ما قيل في أبواب متفرقة هذا المتن، متن عقيدة الوسطية، من أسهل كتب شيخ الإسلام العقيدة الوسطية، من أحسن ما يعني كان فيه المؤلف رحمه الله جارة في العقيدة الوسطية على حسن التبويب والترتيب، وسيأتي معنا في التقسيمات الكتاب. كذلك كثرة الشروحات عليه، عناية العلماء، نصيحة العلماء بدراسة هذا المتن، متن مبارك. المؤلف رحمه الله تعالى كل مؤلفات شيخ الإسلام لا يمكن أن يأتي بكلمة إلا ولها أصل من كتاب والسنة، بل يتحرى أنه لا يتكلم إلا بما ورد من كتاب والسنة من غير تمثيل، ولم يقل من غير تشبيه. لماذا؟ لأن هذا الذي جاء في القرآن. هذا السبب للدراسة لهذا المتن. أيضا لو أردنا أن نفهرس أو نقسم هذا المتن، القسم الأول المقدمة، والمقدمة تحتوي على مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة عموما وفي باب الأسماء والصفات خصوصا. ثم أورد المؤلف الأدلة من القرآن، وقال من تدبر القرآن طالبا للهدى، تدبر وإرادة الهدى. القرآن مملوء بهذا الباب، بل لا تخلو منه آية على ما ذكر ابن القيم. ثم انتقل إلى الأدلة من السنة، هذا القسم الثالث، الأول مقدمة والقسم الثاني الأدلة من القرآن. شيخ الإسلام رحمه الله كان إذا جلس في مجلس التحديث يقول كان ينتقي من القرآن حيث شاء، كأن القرآن بين يديه. نعم كذلك السنة، وسوف نرى إن شاء الله تعالى كيف المؤلف رحمه الله تعالى رتب حسن الترتيب الأدلة من السنة، كذلك رتبها لنا. ثم بعد هذا يأخذ القسم الرابع وهو أهم شيء في الكتاب بعد الأدلة من الكتاب والسنة، مجمل اعتقاد أهل السنة في أمور شتى ذكرها، وهذا من أحسن ما في الواسطية والله أعلم. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين شيء مهم جدا وهو طريقة أهل السنة والجماعة العملية، العقيدة لا بد تظهر على سلوك المرء، طريقة أهل السنة والجماعة العملية. ثم أن المؤلف ختم بخاتمة عجيبة، والله شيخ الإسلام إمام ألف في معتقد أهل السنة والجماعة وفي نهاية العقيدة ما قال أنا السلفي وأنا إمام من أئمة أهل السنة وأنا كذا، قال في نهاية العقيدة يقول نسأل الله أن يجعلنا منه. سبحان الله، تبرأ من حول من قوتي ولم يدع الاسم إلا لمن عصم الله، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأنت تسمع بعض الناس اليوم قال أنا سلفي، إيش أنت؟ صحيح؟ هذا شيخ الإسلام في نهاية العقيدة تبرأ من حول من قوتي وقال نسأل الله أن يجعلنا منه. وسيأتي بإذن الله تعالى يعني الكلام على ما ختم به المؤلف رحمه الله. يذكر بعض العلماء رحمه الله
من شيخ الإسلام توسط بالواسطين، ثم بعد هذا حمى بالحموية، ثم دمر بالتدمرية. فلا بد يعني عند الدراسة، رجوع على العلماء، رجعنا العلماء في الدراسة، قالوا أول ما يدرس فيه هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، ومن كتب شيخ الإسلام الواسطية، ثم الحموية، ثم التدمرية. ولو سرت على هذه الطريقة بإذن الله تجد الحموية التدمرية أسهل ما يكون. نعم. طيب، وإن شاء الله تعالى يعني نأخذ نبذة عن الحموية والتدمرية بإذن الله إذا انتهينا من عقيدة الواسطية. إخواننا، والله هؤلاء العلماء تعبوا حتى أوصلوا لنا هذا العلم. بقي علينا أن نسلك، سلكنا وصلنا. إذا لم نسلك هذا الطريق نهبط إلا أن يشاء الله. شيخ الإسلام هو المؤلف هذه الرسالة المباركة. عادة علماء السلف رحمهم الله أنهم دائما وفي الغالب لا يركزوا على تراجم العلماء، لا يذكر يعني مثلا يعني كم يعني من كتاب تقرأ لا يتكلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لماذا؟ يعني يتكلم لكن ليس لك يعني الحديث وإطالة فيه. لماذا؟ أرادوا أن يعلقوا الخلق بالخالق، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر التراجم أحيانا يكون من باب معرفة أن هؤلاء ساروا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا اقتدوا. الآن لو تنظر مثلا في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هل كان هناك علماء؟ نعم. ومن هو أحفظ وأعلم من الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ نعم. لكن الفرق هو الإخلاص. نعم، يعلم الله في قلوبكم خيرا ويؤتيكم خيرا مما أخذ منكم. مات ابن السعدي رحمه الله، وكان الشيخ بن عثيمين رحمه الله يوم أتى ابن السعدي رحمه الله، كان صغير الشيخ بن عثيمين، مات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله، رفع الله سبحانه وتعالى الشيخ بن عثيمين. هناك كان من طلاب ابن السعدي من يدرس الشيخ بن عثيمين رحمه الله، لكن الإخلاص. ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية. الغرض من الترجمة أن ننظر في سيرة هذا الرجل، ونقول أن هذا الرجل سار على طريقة السلف واقتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نحسب كذلك الله حسيب ولا نزكى على الله أحد. ولا بد أن نسير على هذا، والعبرة بالميزان. ما هو الميزان؟ الميزان الذي يوزن كل ما يأتي عن أحد من الناس، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تقدم هذا وسيأتي من كلام شيخ الإسلام أنه يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ما تقدم هدي أحد. شيخ الإسلام هو أحمد بن عبد حليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، المعروف بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام منذ صغري عرف بالجد والاجتهاد، لا يعرف الكسل ولا يعرف اللعب، حياته كلها يقول هو جاد فيها. جهوري الصوت، و يعني قد قيل عنه رحمه الله كل مؤلفه شيخ الاسلام هو فيها قائل لا ناقل. تعرف اليوم بعض من يؤلف هدانا الله اياه، قص خمس دقائق يخرج كتاب. شيخ الاسلام لا يعرف القص واللص ولا يعرف النقل من الكتب، لا يعرف هذا، لا يعرف هذا، يكتب من حفظه. كل مؤلفات شيخ الإسلام هو فيها قائل لا ناقل.
يكتب شيخ الإسلام في يوم ما يكتب الكاتب في أسبوع. سريع الكتاب. حتى قيل أنه لا يوجد في من ألف مثل شيخ الإسلام أبدا، ما يوجد مثل في التأليف. لماذا؟ له أكثر من 1000 مؤلف شيخ الإسلام. نعم، تنظر في مؤلفات ابن القيم رحمه الله مثلا، ابن القيم 98 منها تقريبا هذه مؤلفات ابن القيم رحمه الله.